يوم اقول ده الفصل فيه 100 واحد، ده العيال قاعدين على الكراسي. ما انا عارف وانت عارف ان الكلام ده موجود من زمان، وانا عارف وانت عارف ان برنامج تطوير التعليم سوف يلحق او سوف يلحق بكافة هذه المشاكل في اطار برنامج زمني. يا سادة، برنامج تطوير التعليم في مصر سوف يستمر 16 عاما، هي عمر الفترة الدراسية للطالب المصري ابتداء من KG1 حتى تخرجه من الجامعة. وإذا لم يكن لدينا الصبر الكافي والذكاء الشديد والمرونة اليقظة على متابعة هذا التطوير، البرنامج اللي احنا بنعمله النهارده ده ربما يكون أول اجتماع في سلسلة من الاجتماعات ينبغي أن تعقد على الأقل كل 3 شهور عشان نتابع قضية تطوير التعليم. أنا مشكلة بكثافة الفصول، وممكن أختلف حول بيئة المدرسة المحيطة، النظافة مش كويسة، وممكن أقول الانضباط المدرسي لم يصل إلى أوجه، لكن أننا ألخص قضية مصر الأساسية في هذه القضايا الجانبية التي سوف يأتي بالضرورة حلها في إطار برنامج التطوير التعليم، يبقى أنا ما بقدرش الأولويات تقديرا صحيحا، ويبقى أنا ما بقفش إلى جوار بلدي وقفة صحيحة. تطوير التعليم هو مستقبل ابني وابنك وحفيدي وحفيدك، وتطوير التعليم أصبح ضرورة لازمة بعد أن وصل التعليم إلى مستواه الحالي. أرحب بالسيد الوزير، وآمل أن يكون هذا اللقاء مثمرا. وإثمار اللقاء ليس في كثر الكلام، ولكن في أن نعرف بالفعل أننا إزاء قضية مصيرية، قضية تطوير التعليم في مصر قضية مصيرية. وأعتقد أن احنا طالما نادينا بهذا التعليم وبهذا التطوير، وقلنا بوضوح شديد أن بدون تطوير التعليم مفيش مستقبل لمصر، وبدأ إجماعنا واضحا كصحفيين ومعلقين على هذه القضية الأساسية. ومع الأسف عندما بدأ التطوير مهمته انفرط عقدنا وراء كثير من القضايا الفرعية وسبنا القضية الأصل. الهدف من هذا الاجتماع هو أن نعود لنؤكد أن قضية التعليم هي أم المشاكل، وهي مفتاح المشاكل، وهي الطريق إلى مستقبل صحيح. وإجماعنا على هذه القضية ينبغي أن يكون إجماعاً حاشداً.